هنا الجابرية. 16 يوما وطائرة الجابرية معلقة بين الأمل والخوف، بين الرجاء والهلع. اليوم تحل ذكرى حادثة اختطافها الأليمة، وفي الذكرى نلتقي بشاهد عيان يروي بعد 31 عاما لحظات الرعب وتفاصيل الألم. رحلة كانت جدا عادية، ما في شيء بالمطار، حملنا أغراضنا وركبنا الطيارة. طبعا الطيارة كانت جامبو فاضية ما فيها أحد. على ما أتذكر أنا كلمت الشيف كابن، قلت له لو سمحت أنا ودي أنام يعني بمكان. قال لي خلاص أنت من سير تيك أوف تخلص الطيران أوكي، يطفون ليتات الأحزمة، خلاص اختار أي 4 كراسي حذر وأعطيك أنا بلانكت ونام. وفعلا يعني عقب ربع ساعة أعطاني مخدة وبلانكت وفرشت حذر الكراسي ونمت أنا. يعني عقب كم ساعة تقريبا تفاجأت في صراخ وحركة وربكة. أنا ما جرأت أني أربع راسي، طبعا بسرعة حسيت أن واحد قاعد يهزني، طبعا ما يتكلم عربي، متلثم. لما شلت طالعته أنا كنت فاسخ نظارتي، فاجأت يقول لي قوم اقعد. انا ما ردت عليه، اني كنت متفاجئ يعني شنو هذا، انا ما اعرف شنو الوضع. انا فجأة حسيت انه في ضربني على راسي وقال لي قوم قوم اقعد على الكرسي وحط ايدك على سم. لبست نظارتي، انا بديت استوعب الوضع انه في شيء، طيارة الكل حاط ايده بهالوضعية ومنزل راسه. طبعا ظلينا كذا ساعة على الوضع هذا الى ما هبطت الطيارة في مكان ما احنا ما ندري. انه اعتقادي انا كان ان احنا في مطار الكويت، بس بعدين عقب ما نزلنا هناك عقب كم ساعة عرفت ان احنا في مطار ايران في منطقة مشهد، لان احنا نعرف من نوعية الاكل اللي يبوننا اياه. فشفت الاكل ولا الاكل باللغة الفارسية، يعني احنا في ايران. قعدنا تقريبا يومين او 3 ايام في مطار مشهد. بعدين طبعا الطيارة تحركت. طبعا اثناء احنا كنا هناك عقب ما هبط الطياره ربطونا كلنا، احنا 16 يوم مربوطين الايدي يعني كرهائن في الطائره، الى ان طبعا طارت الطياره في اتجاه ما نعرف احنا اي اتجاه. هم ياخذون الكرو مال الطائره، الكابتن واللي معاه، يتجهون الى الكابينه. طارت الطياره وين ما ندري، الى حين وصلنا فجاه الى مكان سيار، حسيت ان الطياره تبي تهبط. هبطت الطيارة جري بتسوي لاندينج، ارتفعت مرة ثانية. على هالحالة ما يقارب 20 أو أكثر من 20 مرة، يعني في شيء غلط. وكانوا مرتبكين وعندنا طبعا هم ركزوا على كم واحد من الشباب كانوا ياخذونهم الكابينة الأمامية عند الطائرة، على ما أعتقد أنه كانوا يكلمون البرج المراقبة في مطار بيروت. كنا السلطات في مطار بيروت منعت نزول الطائرة وخبرت الكابتن والخاطفين أن ممنوع تنزل في مطار بيروت. سكروا المطار من أول لآخر بالتريلات بالشاحنات، ممنوع. سبب نزولنا الإجباري لازم، لأن الكابتن صرح بعد كذا لقاء، كابتن صبحي الله يرحمه توفى، هو ان الطائره ما فيها فيول يعني ما فيها بنزين نهائيا، فلازم نسوي لاندنج. لحسن الحظ ان مطار لارنكا كان قريب جدا على بيروت. طبعا فجاه الطائره ارتفعت بارتفاع شديد، صار هدوء. ما ادري انا حسيت انه يمكن طفوا المحركات او فيول خلص، ما ادري يعني. الى ان هبطت الطائرة في لارنكا. طبعا لارنكا هو محطة جدا كانت حساسة بالنسبة لهم، كانوا مرتبكين يعني كان الضرب أي واحد يتكلم يضربونه. طبعا أثناء احنا بين مشهد ولارنكا هني طبعا كان في استجوابات حق الخاطفين لنا يعني. طبعا أول ما طبينا هم تفاجأنا أنهم
ربطوا بيبان طيارة من داخل، يعني حبال قوية، يعني أسلحة طلعت جديدة، متفجرات تي ان تي او سي فور ما نعرف يعني، وصواعق، والعملية جدا جدية كانت، وكانوا جدا مرتبكين وجدا يعني شديدين معانا، ما تقدر تكلمه، ممكن يضربك في أي لحظة. الشبابيك طبعا 16 يوم مسكرة، ما تشوف نور أو أي شيء، أيضا الستار الأمامية مسكرين. ففتح الستار الأمامي أحد الخاطفين، طبعا كانوا مقنعين 16 يوم ما تشوف وجوههم يعني، كان ماسك شنطة سوداء بيده يأشر، هذه من الشنطة، هذه شنطة مالتي يعني، فيها كاميرا، الكاميرا هذه طبعا جدا معقدة، كانت حق صديق لي في بانكوك، فأخذني داخل ولبسني القناع، طبعا احنا مربوطين، فشال القناع عني، قال ماسك طبعا سلاح بيده، قال لي شغل الكاميرا. فبديت انا يعني قلت له اقسم لك انه ما اعرف، فضربني على راسي وضربني على صدري، قال لي تشغلها يعني، رد لبسني القناع مرة ثانية، كنت لقيت ساعة خلاني قاعد، وأنا طبعا حسيت أني أنا بين الحياة والموت يعني. طبعا خذاني معاه، أنا حسيت أنه خذاني الجهة العكسية، جهة اليمين لباب الطيارة، وقفني من باب الطيارة، بعدين حسيت أنه فتح الباب الطيارة، يعني أنا هني صراحة يعني ما عرفت أنا منه يعني، بدأ الإحساس فيني قشعريرة، برود في ريولي، حسيت انه خلاص يعني يمكن راح يطلق علي النار او يرميني بالطيارة. فحس يعني كنت انا بعيد عنه متر، موقفني انا ملاحب ما اقدر اشوف يعني من اسفل الغناء اللي لابسه انا، فهو ماسك مثل ميكروفون يكلم ناس يعني، بنفس الوقت انا هو يتكلم بس انا ماني فاهم، لان انا في عالم اخر، كنت عالم النهاية حقي، هل شون راح أطيح، هل راح يضربني بطلقة على رأسي، على قلبي، يقطني من فوق، ما نعرف، شعور جدا جدا سيء يعني. يعني صراحة أنا من داخل كنت متحطم، بس واقف جسد خالي بذاك الوقت، إلى أن سكر باب الطيارة ورجعني مرة ثانية نفس المكان، وخلاني يمكن 10 ربع ساعة ورجع لي، قال لي ما تبي تشغلها، قلت له ما أعرف أشغلها. طبعا إحنا عرفنا عقب ما طلعنا طيارة إنهم كانوا يبون بنزين، يعني السلطات كانت رافضة تسلمهم بنزين. طبعا أهم في لارنكا أهم قتلوا 2 من أصدقائنا، طبعا إحنا ما ندري إن قتلوهم 2 من خيرة شباب الكويت رحمة الله عليهم، شهيد خالد والشيخ شهيد عبد الله. طبعا إلى أن عطوهم أعتقد الفيول، وبلشت الطيارة تحرك تبي تروح. من الحوادث طبعا اللي كانت يعني صار لها أثر، أحد الإخوان كبار السن كان معنا، الأخ طبعا وقف فجأة الحالة، بدأ يتحرك يروح، أنا إحنا تعجبت من أنا إيش في هذا، فجأة يا طبعا أحد الخاطفين، هو طبعا كان فيهم واحد جدا شديد وايد كان يعني عصبي، فبدأ يضرب الشخص هذا وضربه بالمسدس على رأسه اللي طاح المشط مال المسدس يعني. عقب كم ساعة رجعوا مرة ثانية، للأسف يا أبوه حطوه مع يمي، أنا كانوا حاطيني بروحي، حطوا قاعدوا يمي. عقب كم ساعة يابوا لنا وجبة الأكل. طبعا بالمناسبة احنا عقب اختطاف كذا يوم دخلنا في رمضان، وكانوا ناس وايد يصومون داخل الطائرة يعني، وكان يبون لنا الأكل يعني. فأثناء طبعا قال أبي أكل، طبعا هو كان ربطي راسه ومكان الضربة مسكين، وعيونه مو مضبوطة، كان تعبان جدا يعني. إلى أن طبعا شوية إجا صوبي وكان يقول لي شوف الحين لما يجي الخاطف انت ابيك تمسك ايده وانا حضربه بالسكين. طبعا كان في سكين بلاستيك العادية يعني انا بعد انا اوردي كنت خايف يعني متحطم من داخل، قلت له الله يخليك انت بوعيك ولا لا؟ قال لا انا ما اسمح لهذا يعني، اعتقد هو ممكن عنده الضغط ارتفع او السكر، فهو غيب خلاص يعني.
إلا يضرب الشخص. فقلت له الله يخليك يا حجي، يعني أرواح اللي قاعدين كلهم ترى برقبتك، لا تسوي شيء تتهور، وهذه الناس يعني ما عندهم رحمة ولا رأفة. طار الطيارة بعد مرة ثانية عقب كم ساعة، هبطت الطيارة في مطار ما ندري وين، عقب ما يابوا الأكل تفاجأت إنه مطار الجزائر. طبعا محطة الجزائر كانت أطول محطة، يعني إحنا يومين أو ثلاثة أيام في مشهد، خمسة أيام قعدنا في لارنكا، هو أسوأ محطة كانت لنا وأقلق محطة كانت في، يعني جميع الأساليب السيئة اللي استعملوها معنا في لارنكا. لأن أعتقد أنا عقب ما سمعت بعض القصص إنه كان في خطة لاقتحام الطائرة الكويتية في لارنكا، فهم ارتبكوا واعتقد. إلى وصلنا طبعا إلى الجزائر هدت، يعني هم هدوا شوية، عددهم كانت مو أقل من ستة ومو أكثر من ثمانية أو تسعة، يعني كانوا ناس منظمين على مستوى احتراف، يعني واحد يشد واحد يرخي، ومعاملتهم معانا كانت وايد يعني حريصين بالمعاملة. أبي أرجع شوية أنا لارنكا، يعني لما وقفنا إحنا هناك في لارنكا يعني أنا أذكر إن حطوا مقابل الباب على اليسار أصبع ممكن تي أن تي أو سي فور، كان يعني هذا زاد الطين بلة بالخوف جدا، يعني الجماعة كانوا يعني مصممين على شيء في رأسهم ما نعرف، وايرات طالعة يعني. وبالمناسبة أنا كنت هذاك الوقت أنا كنت مجند بالخدمة الإلزامية بالجيش الكويتي وما أخذ إجازة طبعا، وتدري معاي هويتي العسكرية، والهوية العسكرية طبعا هوية صغيرة يمكن 3 ملي السماكة مالتها بلاستيك، يعني صعب، وكانت في جيبي. هني أنا ارتبكت، وهم كانوا يعني مركزين إن منو أمن الطيارة، هل أنت عسكري، خايفين مرتبكين. إحنا كنا يعني الله يرحمه خالد كان ما شاء الله عليه كان جسمه جميل ويلعب رياضة، وأنا كذلك عرفت يعني كنا طوال وأجسامنا معضلة وعضلات، فكانوا مركزين على النقطة هذه، هل يمكن أحد الأسباب اللي الله يرحمه شهيد قتل حق السبب هذا. فكان يسألني، قلت له لا يبا أنا إنسان عادي أشتغل بالوزارة الإعلام ولا العلاقة بالداخلية ولا شيء. فأنا الحين قاعد أفكر شون وين أودي الهوية هذه، كرم ودنا الحمام حاولت أقصها ما قدرت، خفت أرميها داخل التواليت، ممكن أهم لهالحد أنا كنت أفكر إنه ممكن أهم يشيلون المواد هذه أو يأخذون يدورون. إلى أن وصلت إلى فكرة أن أنا أفتح تكرم الحذاء بتاعي من الأمام، ووضعت الهوية داخل الحذاء، يعني أنا لابس الجوتي مالي 16 يوم ما فسخته من رجلي. أثناء وجودنا في الجزائر تقريبا آخر يوم، لازم طبعا ساعة يمكن 2 أو 1:30 بالليل، العوار شد علي قلت بروح الحمام. يعني طبعا بالليل أهم الرقابة مالتهم، الشخص خلفي واحد رقابة وراء، تبي تقوم لأن ترفع يدك من دون لا تلتفت. يعني أنا بعد ماني عارف شون كذي، أنا على طول رفعت إيدي والتفت إلى الخلف، فشفت أحد الخاطفين رافع الشيس تبعه يعني نص وجهه، شفت وجهه، وهو شاف طبعا الكل كان نايم، يعني وهو شاف وجهي يعني ياني طاير، سحبني من الفنينة تبعتي الحمراء، سحبني إلى خلف وراء الحمام، ضربني على سدي، قال أنا شنو قايل لك؟ قلت له أنا ما أدري، أنا تفاجأت صراحة، أنا دايخ. يعني كان يقول لي أنت للحين ضرسك عورك؟ قلت له أي والله للحين وارم، مبين وارم. يعني هني أنا عندي يعني أصعب لحظة في حياتي عشتها. يعني مسك الفرد البيدة قال لي لا تخاف إن شاء الله بعد شوية ترتاح. يعني أنا هني انهرت، دخلت الحمام طبعا ما غضيت حاجتي، نسيت انا شنو ابي اسوي، نسيت انا وين. يعني بديت اطالع نفسي بالجامع، يعني هل هي النهاية هذه؟ فعلا انا شاهدت، والله قلت اشهد ان لا اله الا الله، يعني الظاهر هذا خلاص مصمم يعني علي. طلعت رحت
قعدت على الكرسي. طبعا كان الليل خافت نص الليل يعني، الى ان ياني كان يقول لي نام نام. فعلا انا غطيت، حطيت على راسي اللحاف. طبعا اللحاف من الكويتيه هو مخرم، فانا اشوف شنو قاعد يصير، هو مش انا اشوف الحركه يعني. فجاه شفت طلعوا ثلاثة أربعة من الخاطفين ماسكين قطع قماش بيضة ويمسحون أماكن البصمات تبعتهم. يعني هني أنا انهرت بعد، ما أقدر أتكلم، ما نعرف في المصير. أنا اعتقدت إنه راح يفجرون طيارة الآن خلاص. شوية 10 دقائق ربع ساعة خفت الحركة، صار واحد يروح واحد يجي، نص ساعة ساعة ماكو حركة. أبي أتكلم ماني قادر، حسيت وجهي شب نار من حرارة، بدت ريولي تبرد، يعني إحساس جدا سيء يعني إلى أبعد حد. فرفعت يدي أنا، قلت طالش الوضع، رفعت يدي ما حد جاوبني. مرة ثانية ما في أحد، التفت ورا الشخص هذا مو موجود. قلت له خلاص، يعني أنا كنت بانتظار الانفجار. إلى أن فجأة شفت شخص لابس نظارة بالطة طويل دش لف بيننا، لف 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 لفتين، شكله غريب. أنا اعتقدت أن هذا أحد الخاطفين، بس هذا يمكن الرئيس الهيد مالهم. أكلمه ما يجاوبني، يقول لا تخاف، لا لا بأس لا بأس، لغة أهل الجزائر يعني. قلت له يا اخوي شنو القصه؟ قال لي لا تخاف، لا تحاتي ولا تخاف اي شيء. دقائق طبعا دشوا القوات الامن الجزائريه وفتشوا الطياره وعدلوا، الا تشود الشباب بدوا يقومون من النوم، فرحه على خوف، شعور غريب، ما تدري انت معلق وين، تطلع دش ما تدري. هلا لحد الان انا قويتي، انا قلب عل وعزوم قويه، وعزوم قويه، انا قويتي، انا عن موقفي تحت الجابرية، تحت الجابرية، انا كويتي. انا ست الا طبعا تول نور شاق، انا هني انا اعتقد ان انولدت يعني من جديد، يعني طلعنا برا الى الحرية، يعني الشم هوا ان انت مرتاح. طبعا طالع من اختطاف 16 يوم قاعد على اعصابك، روحك ما تدري وين رايحة، ايش بيسوون فيك. طبعا خذونا ودونا الى قاعة المطار، تفاجأنا انه ممكن 10-5000 صحفي من جميع انحاء العالم، ميكروفونات تلفزيونات يعني كل. طبعا بعدها ودونا الى احد المستشفيات العسكرية، يعني شيكوا علينا اللي متأذي اللي في اي شيء. طبعا قعدنا يوم، ثاني يوم جابونا طيارة من خطوط جو الكويتية وركبنا الطيارة. طبعا لحد الان احنا شعورك ما تدري انت وين، يعني ما زلت فرحان، خايف، مرتبك، قلق، مكتئب يعني. عقبها فاجئونا بالمستشفى ان ترى اخوانكم خالد وعبد الله قتلوا رحمة الله عليهم. صراحة عسى الله يحشرهم مع شهداء بالجنة. يعني خالد كان صديق عزيز علي، انا احبه وايد يعني رحمة الله عليه، يعني وايد تأثرت في موته. الى ان طبعا طار الطيارة فينا رجوعا الى الكويت، والمسؤولين كانوا يقولون لنا كلام ان انتم راح تتفاجئون بالكويت الناس. انا ما كنت متصور يعني. الى ان حط الطيارة في مطار الكويت، تفاجأت ان هناك عشرات بل مئات الالاف. الشعب الكويتي كان كله في مطار الكويت. طبعا القضية صارت جدا كبيرة يعني بالعالم كله أصلا. 16 يوم يعتبر أطول اختطاف في تاريخ العالم يعني. يعني يمكن أنت لو تدش الحين بكتاب جينيس، هو أطول اختطاف هو اختطاف جابرية الكويتية. طبعا نزلنا من الطيارة، استقبالنا طبعا رحمة الله عليه الأمير الشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبد الله رحمة الله عليه، والحكومة كلها والشيوخ والشخصيات والناس. مبروك حق الكويت، مبروك حق أخونا جابر وأخونا سعد، مبروك حق أهل الكويت، الحمد لله على سلامتهم إن شاء الله. والله ما تعبر صراحة، أول ما سمعت الخبر يبيت وقعدت أبكي، ماني مصدقة هالخبر. وعيالها وشبابها كلهم بعد تابع القوة، إن شاء الله يصرهم على كل من يعاديهم.
الله الرحمن الرحيم، ولا أحب أهلي سيدي سمو الأمير ولي عهد الأمين على إفراج ركاب الطائرة. أحمد الله سبحانه وتعالى على عنايته حق كويتنا، وأبارك حق سمو الأمير ولي عهده على إفراج هذا، وعلى الله سبحانه وتعالى يعني بصراحة ما قصر. خبر مفرح، ولازم اليوم كل الكويت تفرح بهذا الخبر، لأن المفروض إحنا اليوم ناخذ الورد ونروح حق المطار أول ما نسمع الخبر، ونروح حق المطار إن شاء الله، ونكت على كل واحد ينكت عليه الورد، وهذا يعني فرح. كل سنة أحاول أتكلم، أبي أتكلم. أنا الحين قاعد أواجه شخصيتي بهالمقابلة هذه، يعني أنا عانيت وايد. بالنسبة لي أتكلم أنا، يعني قلق وتعب واكتئاب ومرض، يعني أنا أعتبر نفسي مو أنا الشخص اللي كنت سنة 88 من طيارة، أنا شخصيتي كلش صارت شخص آخر نهائيا. أنا أحس إن الحين لازم أوجه كلمة حق الشباب وحق مجتمعنا الكويتي الحبيب، ترى إحنا كويتيين يعني، والشعب الكويتي شعب جدا قوي، لازم التجربة هذه سنة بعد سنة تقوينا بمواقفنا، مواقف الحكومة، مواقف الشباب والشعب الكويتي دائما. أنا افتخر إني كويتي، ما أقدر أقول أكثر من كذي، الحمد لله. أنا عن موقفي تحت الجابرية، تحت الجابرية، أنا كويتي، أنا قول بعلم وعزوم قوية، وعزوم قوية، أنا كويتي، أنا عن موقفي تحت الجابرية، تحت الجابرية.